مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. امبارحة احتفلت نور ستارز بإطلاق حمرتها الجديدة بالتعاون مع ماركة ماك العالمية للمكياج بإيفنت كتير كبير أقيم بدبي بحضور عدد كبير من الانفلونسرز، والأجواء كانت جدا رائعة. وبهالمناسبة فاجأت نور الجميع بأغنية خاصة بها عن حمرتها الجديدة وغنتها قدام كل الحضور، فشو رأيكم بها؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. أما غيث مروان وأنس وأصالة فاعتذروا من جمهورهم العربي وخاصة السعودي لعدم تمكنهم من زيارة السعودية وحضورهم للإيفنت اللي أقيم هناك، اللي كان من المفترض حيكونوا متواجدين فيه، واللي كان تحت عنوان العالم القادم، واللي حضروا عدد كبير من اليوتيوبرز. فأسباب غيابهم كانت مجهولة ولساتها مجهولة لحد الآن. فغيث مروان نزل هالستوريهات واللي اعتذر من خلالها من جمهوره. أما بخصوص اليوتيوبرز المتواجدين بالسعودية فشفناهم امبارحة على طاولة عشاء واحدة، فشفنا كل من بيكي ويارا عزيز وأسامة مروة وأبو الرب وعمر فاروق ومحمد عدنان وغيرهم كثير من خلال هالصور. واليوم عم يحتفل حسام السلاوي بعيد ميلاده 21، حيث شارك قبل ساعات عدة معايدات وصلته من طرف أصدقائه المقربين، والجمهور عم ينتظر معايدة قمر الطائي واللي ما شفناها لحد الآن. أما لانا محمد ومن بعد حضورها لإيفنت نور ستارز برفقة أختها لين شاركتها الصور على انستغرام وتلتها بستوريهات علقت من خلالها بي شوف أنت رحت فين من غيري تعمل إيه. فدائما ما بتثير الجدل لانا بهيك نوع من الستوريهات ويربطها الجمهور بيوتيوبرز معينين، فالبعض ربطها بنور مار، فشو رأيكم أنتو؟ أما أم نالين بيوتي ففاجأت نالين والسيدرا والشيرين بوصولها لدبي صباح اليوم واستقبلوها بالمطار بهالأجواء. شيرين